السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ بأخذ الأمثلة لبرمجة الأسامبلر، ولكن قبل أن نبدأ في أخذ الأمثلة لا بد أن نبين شيئا مهما، وهو الستراكشر أو البنية الخاصة ببرنامج الأسامبلر. عموما الأسامبلر أو برنامج الأسامبلر يحتوي على مجموعة من الإنستراكشنز، وأيضا نجد فيه المعطيات التي تتم عليها هذه العمليات، ونجد شيئا آخر هي الإتيكات. مثلا هنا صوتي نجدها هنا وهنا، فهنا instruction jump if not zero، فهذا يعني أن البرنامج عندما يصل إلى هذه instruction سوف يقفز إلى المكان الذي يجد فيه هذه العلامة، وهذه العلامة موجودة هنا. فعندما يتحقق شرط القفز فالبرنامج لن يكمل، وإنما سوف يقفز أو يعود إلى المكان الذي فيه هذه العلامة، وهذه العلامة موجودة هنا في Decrementation A. النقطة الرابعة هي الكومنت أو الكومنتار، وهي اختيارية يمكن كتابتها ويمكن تركها، وهي تدل فقط على أو نجد فيها وصفا لما تقوم به كل instruction. إذن البنية هي التالية: لدينا عمود للإتيكيت، لدينا عمود للأوبريشن أو الإنستراكشن، لدينا عمود للأوبيرانت أو التي يجرى عليها المعطيات التي تجرى عليها العمليات، ولدينا عمود للكومنت أو للتعليقات التي تصف ما يقوم هذا البرنامج بفعله، وهي اختيارية كما قلت. هنا فقط صوتي هنا نجدها في الأوبيرانت، ولكن هي في الحقيقة إتيكيت، ولكنها في الواقع عندما نحوله إلى باينري كود أو إكزاديسيمال كود، فهذه الإتيكيت سوف يتم تعويضها بأدرس، لأن عملية القفز تتم إلى مكان ما، وهذا المكان لديه أدرس خاصة به. وهذه صوتي هنا عندما نحول البرنامج من الأسامبلي لانجويج إلى الإكزاديسيمال كود أو الباينري كود، يتم تعويضها بعنوان هذه الانستراكشن، أين كتبت هذه الانستراكشن، تكتب في عنوان محدد وتدل عليه هذه الإتيكيت، وهنا سوف يتم تعويض صوتي بعنوان الذي كتبت فيه هذه الانستراكشن، وهذا بالشكل التالي. عفوا، لدينا هنا هذه الأعمدة الثلاثة، هذه الأعمدة الثلاث: الإتيكيت، الأوبريشنال كود، والأوبيرانت. قمت بالاستغناء عن الكومنت لأنها اختيارية كما قلت. وهنا في هذين العمودين الأدرس، الإتيكيت سوف أعوضها بالأدرس، والأوبريشنال كود سوف أضع فيه الإكزاديسيمال كود الخاص بكل أوبريشن. فكيف يتم تحويل الأسامبلي لانجويج إلى كود إكزاديسيمال أو باينري؟ يتم أولا اختيار، أو المايكروبروسيسور هو الذي يختار أين سوف يبدأ كتابة هذا البرنامج. فمثلا هنا اختار أن يبدأ من الأدرس 7000، فسوف يكتب فيه 3E، والتي هي الإكزاديسيمال كود الخاص بـ NVIA. ثم بعد ذلك هذه 3E هي من 8 بت في الباينري، إذن كما قلنا 85 في كل سطر يستطيع أن يضع فقط 8 بت، فعليه أن ينتقل إلى السطر الموالي لكي يستطيع أن يضع الأوبيرانت والتي هي الرقم 5، والخمسة بالأكساديسيمال هي 0.5، سوف يضعه في هذا العنوان. ثم بعد ذلك الديكريمنتيشن A هي عبارة عن instruction أيضا من الباينري كود، هو من 8 بت، ويتم وضعه في العنوان 7002. ثم jump if not zero، الأكساديسيمال كود الخاص بها هو C2، يتم وضعه في العنوان 7003.
ثم بعد ذلك يجب بعد الجامب هذه الانستراكشن أن نضع عنوان، العنوان الذي سوف يتم إليه القفز. وما دام العنوان هو العنوان الذي وجدت فيه الديكرمنتيشن، والديكرمنتيشن موجودة في العنوان 7002، فيجب أن نضع هنا 7002، إلا أن 7002 في الهكساديسيمال هو من 16 بت، فيجب أن نقسمها 8 و8. ففي العنوان الموالي لن نضع السبعة والصفر، وإنما سوف نضع 0270 لكي تتم القراءة من الأسفل إلى الأعلى، 7002. هكذا لأن المايكروبروسيسور عندما يقرأ سوف يستخلص أولا 0-2، وسوف يعتبرها على أنها الجزء الأقل وزنا من الأدرس، ثم بعد ذلك يستخلص 70 ويعتبرها بأنها الجزء الأعلى وزنا من الأدرس، فيشكل بعد ذلك العنوان 7002. ثم بعد ذلك آخر عنوان أو آخر نعم آخر عنوان أو آخر سطر سوف توضع فيه الانستراكشن الخاصة بالهالت والكود اكزاديسيمال كود الخاص بالهالت، وهو 76. طبعا هذا بالاكزاديسيمال كود يمكن وضعه أو ما يوضع حقا داخل الميموري سواء كانت الرام أو الروم، هي الباينري كود الخاص بكل اكزا ديسيمال كود. والحقيقة الفعلية أنه لا توضع أصفار وواحدات، وإنما يتم التعبير عن الصفر من خلال ground، والواحد يتم التعبير عنه من خلال التقضيب أو التغذية الكهربائية زائد خمسة فولت. هذا فقط عن structure الخاصة. سوف نأخذ مثالا دون إطالة لكي نتدرب نوعا ما على البرمجة من خلال الأسمبلي لانجويج. سنأخذ مثالا بسيطا جدا، سوف يكون هذا المثال هو كتابة برنامج يسمح بمعادلة محتوى ريجسترين، الريجستر بي والريجستر سي. فرضا أن الريجستر بي فيه العدد 99 والسي فيه العدد 11، نريد أن نكتب برنامج يقوم بمعادلة أو بموازنة محتوى الريجستر بي والريجستر سي، بحيث يكون مجموعهما أو ما في البي يساوي ما في السي، فالبي يجب أن يكون مساويا للسي، وكلاهما هو مجموع الريجستر بي والسي مقسوم على 2. ففي هذه الحالة يجب أن يكون لدي 99 زائد 11 هي 110، نصفها هو 55، يجب أن يكون لدي في كل ريجستر 55 أو 55. الخوارزمية المقترحة، يوجد الكثير من الخوارزميات ولكننا سوف نقترح واحدة بسيطة في بنيتها. نقوم بعملية decrementation للبي لأنها التي تحتوي على الرقم الأكبر، عملية decrementation بواحد، وهذا الواحد نضيفه إلى السي، فالبي بعد كل عملية decrementation يصبح فيه بي ناقص واحد، والسي هذا الواحد الذي أنقصناه من البي نضيفه إلى السي. ثم بعد ذلك نحسب الفرق بينهما بي ناقص سي. إذا كان الفرق غير معدوم فهذا يعني أن البي لا يزال أكبر من السي، أو أن البي يختلف عن السي. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ الخوارزمية يجب أن تقول بأنه نواصل عملية الديكرمنتيشن، ثم ننقص واحدا من البي ونضيفه إلى السي، ثم نقارن، ثم إذا كان لا يزالان مختلفان فنعود إلى الديكرمنتيشن انكرمنتيشن مقارنة، ثم نواصل العملية. عندما يصبحان متساويان فهذا يعني أن البرنامج يجب أن ينتهي، يجب على البرنامج أن ينتهي. الترجمة الفعلية لهذه الخوارزمية نتذكرها معا: decrementation للبي،
incrementation للسي ب ناقص سي، ثم مقارنة إذا ما كان هذا الفرق معدوما أو لا. إذا لم يكن معدوما نواصل decrementation والincrementation، إذا كان معدوما فهي عبارة عن نهاية البرنامج لأن المحتوى قد أصبح متساويا. ولكن أولا يجب أن نضع العدد 99 في الريجستر بي. هناك كتبت NVIB 63 بالإكساديسيمال، و 63 بالإكساديسيمال هي ما يقاربها أو ما يقابلها 99 بالديسيمال. ثم أضع الأحد عشر في السي NVI، يعني نتذكر هي عملية immediately charge أو عملية تحميل أو شحن فورية. ثم بعد ذلك قلنا decrementation B، وهذا الواحد الذي أنقصناه من البي سوف نضيفه إلى سي، إذا نكتب incrementation C. ثم بعد ذلك ماذا كان لدينا؟ B ناقص C. لكي نقوم ب B ناقص C رأينا بأن عملية الأد والصاب، عملية الجمع والزائد، لا تتم بين الجنرال ريجسترز، لا تتم بين البي والسي مثلا أو بين السي والدي، وإنما تتم فقط ما بين الأكيميليتر أي وأحد الريجسترز، أو ما بين الأي وموضع من الميموري. لهذا لكي نقوم بعملية B ناقص C سوف نقوم أولا بوضع المحتوى B الذي تم إنقاص الواحد منه هنا، نضعه في الأي. الآن الأي الأكيميليتر يحتوي على البي، ونقوم بكتابة sub C، وهذا يعني إذا عدنا إلى instructions، إلى لائحة instructions، فهذا يعني أننا نقوم بعملية A ناقص C، وما دام الـ A يحتوي على الـ B فهذه العملية فعليا هنا هي B ناقص C. عملية القفز المشروط jump if not 0، يعني إذا كانت النتيجة لا تساوي صفرا، لأن النتيجة سوف يتم احتواؤها داخل الـ accumulator. إذا لم يكن محتوى الـ accumulator وهو B ناقص C، إذا لم يكن صفرا فيجب علينا أن نقفز إلى مكان ما، لأن هذا يعني أن B يختلف عن C. أين سوف نقفز؟ المفروض أننا نقفز إلى هنا. يجب عمل decrementation أخرى لل B و incrementation أخرى لل C، ثم ال B الجديد يجب وضعه في ال A، ثم sub C، ثم التأكد مرة أخرى. و ما دامت النتيجة لا تساوي صفرا فسوف تتواصل العملية عندما يصبح B ناقص C معدوما، يعني أنهما قد تساويا، فالـ A سوف يحتوي في هذه الحالة على الصفر، وبعد ذلك هذا الشرط لن يكون متحققا، إذا البرنامج لن يقفز أو الميكروبروسيسور لن يقفز إلى هذه الإتيكيت أو هذه العلامة، وإنما سوف يكمل إلى الهالت وهي نهاية البرنامج. سوف نرى من خلال السيميليشن، هنا قمت بكتابة البرنامج كما ترون، هي NVIB 99، هذا الإيميليتر الجنوسيم. عندما نقوم بإعطاء المعطيات نعطيها بالديسيمال مباشرة، هذا يسهل علينا الأمر، ولكنه عندما يعطينا محتوى الريجسترز هنا يعطينا إياه بالإكساديسيمال كود، فيجب أن ننتبه هنا بالديسيمال ومحتوى الريجسترز بالإكساديسيمال. هذا هو البرنامج كما كتبناه هنا. هنا اللوب أسميتها صوتي، يمكن أن أغير اسمها إلى ما أريد، مثلا أغيرها إلى loop 1 مثلا، وهنا أيضا loop 1، يمكنني أن أضع ما أشاء، أنظم الأمور هنا قليلا. أقوم بعملية assembly وأقوم ب execution. هنا ماذا أصبح لدي في البي والسي؟ في كل واحد منهما 37 بالإكساديسيمال كود. سوف أعود الكرة رينيشاليزيشن، الكل
فيه صفر، أو دعوني أقوم بأمر مختلف، دعوني أضع في البي 9 وفي السي 1 لكي أقوم بتنفيذ البرنامج خطوة خطوة لكي نرى محتويات البي والسي والآي. هنا المفروض أن البي فيه 9 والسي فيه 1، المفروض أنه بعد نهاية البرنامج يجب أن يبقى لدي في البي 5 وفي السي 5. أقوم بعملية الأسامبلينج أو التجميع، وهنا في هذه الإشارة أقوم بتنفيذ البرنامج خطوة خطوة. فأول instruction سوف تكون الـ NVI بي 9، معناه في البي في هنا زوج الريجسترز البي والسي، بي سي زوج الريجسترز، هذه خاصة بالبي وهذه بي السي. التسعة أضعها في البي كما ترون، البي أصبح فيه 9، ثم بعد تنفيذ الانستراكشن التالية السي يجب أن يصبح فيه 1، إذا البي 9 والسي 1. عملية decrementation للبي يجب أن يصبح يحتوي على 8 هنا، و incrementation للسي يصبح لدي 2. الآن عفوا، محتوى البي الذي هو 8 أضعه في الآي، الآي هنا بداية فيه الصفر، الآن أصبح فيه محتوى البي السابق. ثم أقوم بعملية sub C، فهذا يعني أنني سوف أقوم بعملية آي ناقص سي، الآي فيه 8 والسي فيه 2، والنتيجة يجب أن تذهب إلى الآي، فيصبح لدي ماذا؟ في الآي 6، لأنني قمت بعملية 8 ناقص 2. الآن jump if not 0 إلى loop 1، فهذا يعني أن الميكروبروسيسور سوف يذهب إلى الفلاج ريجستر هذا، وسوف يذهب تحديدا إلى Z، إلى 0 بت. إذا وجده واحدا فهذا يعني أن النتيجة معدومة، وإذا وجده صفرا فهذا يعني أن النتيجة غير معدومة. هنا الآي لا يحتوي على الصفر، فالزي صفر يعني النتيجة غير معدومة، فهذا يعني ماذا؟ أن المايكروبروسيسور سوف يقفز إلى هنا. decrementation incrementation، الآن البي فيه 7 والآي سوف يصبح فيه 7. 7 ناقص 3 ماذا سوف تعطيني؟ sub C، 7 ناقص 3، 7 ناقص 3 تساوي 4، والنتيجة في الآي غير معدومة. إذن العودة إلى decrementation، decrementation جديدة، incrementation لـ C، ثم وضع البي في الآي، ثم مقارنة sub C يعني آي ناقص C، 6 ناقص 4 تساوي 2، النتيجة غير معدومة، إذن تحقق شرط القفز، يعود البرنامج إلى loop 1، يعود إلى decrementation من جديد، سوف ينقص من البي، وما ينقصه في البي سوف يضعه في السي. هنا تساوى الريجستر بي مع الريجستر سي. أضع الآن محتوى البي في الآي والذي هو 5، ثم من خلال الصاب سي سوف أقوم بعملية آي ناقص سي، الآي فيه 5 والسي فيه 5، النتيجة تذهب إلى الأكيميليتر الذي سوف يصبح فيه 5 ناقص 5 والتي هي 0. في هذه اللحظة الفلاج ريجستر أو الفليب فلوب أو الريجستر ديتا البيت زي أو زد أصبح فيه 1، ما يدل على أن النتيجة في الأكيميليتر معدومة. هنا نتيجة القفز أو شرط القفز غير متحقق، فهذا يعني ماذا؟ أن المايكروبروسيسور سوف يقوم بتنفيذ الانستراكشن التالية ولن يقوم بعملية القفز، وبعد الهالت يتوقف البرنامج. وماذا يصبح لدي؟ في البي 5 وفي السي 5. إذا غيرت مثلا 99 بالديسيمال و11 بالديسيمال وأنفذ البرنامج دفعة واحدة، يصبح لدي في البي 37 وفي السي 37، وهذا ما يقابله ب
الإكساديسيمال 37 بالإكساديسيمال، أو عفوا هنا الإكساديسيمال في الأزرق 37، أين هي؟ أين هي؟ ها هي هنا 37 بالإكساديسيمال يقابلها بالديسيمال 55 كما توقعنا. 99 زائد 11 110 على 2 تساوي 55. إذا مثلا كتبنا 199 وهنا 111، دعوني فقط أتأكد من المجموع، سوف يصبح 1300 و هذا يتجاوز 8 بت، هكذا لن أتجاوز 8 بت. 199 زائد 1 200، فيصبح لدي في كل ريجستر 100، يصبح لدي في كل ريجستر 64 بالهكساديسيمال، وال 64 بالهكساديسيمال 64 بالهكساديسيمال أين سوف أجد 64؟ أربعة وستون بالهكساديسيمال موجودة هنا، هي 100 بالديسيمال. هذا أول مثال، في المرة القادمة سوف نتطرق إلى أمثلة أخرى أكثر فاعلية ولها تطبيقات فعلية أكثر.